شنو الموقف تاع السيديتي من القانون المشروع المالي؟ وحنا اليوم مجتمعين مع مجموعه ديال الاساتذه من اجل تكوين رؤيات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول مشروع ديال القانون المالية ديال 2022. وجرت العادة الكونفدرالية الديمقراطية كل سنة كانت تقوم بهذه الأيام اليوم الدراسي من أجل المناقشة ديال المشروع القانون المالية وإعداد تعديلات والمواقف ديالنا في المشروع اللي غيطرح الأسبوع المقبل في مجلس المستشارين. شنو أهم الملاحظات تاع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على المشروع تاع القانون المالي؟ هناك مجموعة ديال الملاحظات ولكن ممكن نلخص ركز بعض الملاحظات الأساسية. أول الملاحظة الأولية ما كاينش تقاطع ما بين البرنامج الحكومي والقانون المالي اللي مشروع القانون المالي اللي طرحته الحكومة. ما كاينش تقاطع وما كاينش انسجام لأن تصنتنا استمعنا للتصريح الحكومي اللي كانوا فيه بعض الأرقام وفيه بعض العناوين الكبرى وكنا كانتظارات بالنسبة لهذا المشروع أنه يكون التفعيل ديال دوك الأمور يكون منسجم. للأسف ما كاينش انسجام هذا أولا. كاينه مجموعة ديال الأمور مجموعة ديال المشاريع اللي طرحت في القانون المالية على سبيل المثال هناك الضريبة اللي مهمة بزاف. احنا ماشي ضد الإعفاء الضريبي لمجموعة ديال الشركات ولكن على الأقل خاص يبان لنا فين مقابل ديال الضرائب لأن نفرض أن مثلا كانت دابا طرحات الأمس الإعفاء ديال الشركات من 28 ل 26 الغرفة الأولى ولكن اللي ما ظهرش لنا في المشروع القانون المالية أن هذه الإعفاءات أشنو المقابل ديالها بالنسبة للمقاولة بالنسبة للدعم الاجتماعي الفرص الشغل إلى آخره. دونك هذا ما برش بتاتا في المشروع القانون المالية ولا كذلك بالنسبة للبرامج اللي فيها بحال البرنامج ديال الفرصة بالنسبة للسنوات الماضية المشاريع المالية السابقة كان هناك مجموعة ديال البرامج اللي دارت ولكن على الأقل باش ندخلوا البرنامج خر لأنه فيه الضمان ديال الدولة بالنسبة للقروض ديال الشركات على الأقل نشوفوا أشنو التقييم ديالنا ديال البرامج السابقة وفين مشاو دوك أشنو النتائج كذلك بالنسبة للدعم الاجتماعي بالنسبة لفرص الشغل بالنسبة للمقاولة إلى آخره. دونك هاد البرامج ما بانش لنا ما برزاتش لنا بالنسبة للمشروع ديال القانون المالية. كذلك كان غياب تام بالنسبة شنو غيدار بالنسبة للطبقة العاملة والعموم الأجراء يعني ما كاينش شنو غيدار بالنسبة ما طرحش مسألة ديال الحوار الاجتماعي شنو غيترصد ليه كيفاش غادي يكون. هناك نقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد الإشكالات ديال وبلا ما نذكركم بأنه تسهد مشروع القانون المالية جا في واحد السياق اللي دازت انتخابات كما شفتوا كيفاش كانت الغالب ديالها هما كان فيها الفساد المالي الى اخره اللي بان بانه وهذا الشيء تجلى في المشروع ديال القانون المالي. واش القانون المالي تيعكس هذاك الوعود تاع الحملات الانتخابيه خاصه السقف تاع الوعود تاع الحملات كان مرتفع بزاف. فعلا هو هذا السؤال مهم بزاف لانه اللي لاحظت كيتلاحظوا انه مجموعه ديال الوعود اللي عطاتها الاحزاب المكونه للاغلبيه ما برزاتش لا بالنسبه للتصريح الحكومي كانت هناك عناوين ولكن برز بانه كان هاد الاحزاب خلفات الوعد ديالها مع الهيئه الناخبه ديالها اللي وعدت مجموعه ديال المعطيات ومجموعه ديال الاوراش ومجموعه ديال الامور اللي غيكون التنزيل ديالها في البرامج ديالها ولا في المشروع القانون الماليه ديالها. دونك كان خلفات الوعد ديالها مع الهيئه الناخبه ديالها مع المغاربه. مشروع القانون الماليه طرح قضيه التشغيل 250 الف ديال التشغيل دونك على مدى سنتين ولكن الكيفيه ديال التشغيل لان حنا عارفين سوق الشغل عالم الشغل في المغرب كاين الهشاشه كاين حقوق المهضومه الى اخره. دونك ما بينش لنا قانون الماليه كيف الكيفيه ديال التشغيل ديال 250 الف. دونك هذا سؤال عريض خاصنا اجوبه عليه. هذا من جهه. وثاني واحد الملاحظه اخرى هي المساله ديال المديونيه اللي طرحات بان في القانون الماليه مشروع القانون الماليه غيرهن الجيل المقبل غير هن واحد السنوات ديال المديونيه في حين انه كان خاص يكون استثمار في العمومي اللي عطى النجاعه ديالو عطى الفاعليه ديالو في السنوات مجموعه ديال الدول.